أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. يعني الكلام في الصفة الرابعة من الصفات السلبية، وهي أنه تعالى يستحيل عليه الرؤية البصرية. ووصل الحديث في إلى الوجه الثالث الذي ذكرناه في الدرس الماضي. و الذي هو من الوجوه المانعة من الرؤية. وقلنا أو قيل في هذا الوجه أن طلب الرؤية في حد نفسه وقع ذكره في بعض الآيات القرآنية، وهذه الآيات القرآنية التي وقع طلب الرؤية فيها قرنت وترتب عليها ذم لمن طلب ذلك ووعيد لمن طلب ذلك، كما في قوله تعالى مشيرا إلى النبي الأعظم عليه أفضل الصلاة والسلام: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. فهذه الآية من الواضح أن الله سبحانه وتعالى قد جعل أمر الرؤية أعظم من سؤال النبي أهل الكتاب إنزال كتاب لكي يصدقوا به، فجعل هذه القضية وهي قضية طلب الرؤية أعظم من هذه القضية. فذلك قال: فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، يعني لأن هذا نوع من الظلم، فأهلكوا لسبب هذا السؤال ولسبب هذا الأمر المنكر. رغم بالحقيقة هم لم يتجاوزوا عن طلبوا هذا الطلب، وهذا يعلم من خلاله أنه ما هي عظمة هذا الأمر، يعني ما هي درجة أن يعني المنكر الذي يحتويه مثل هذا الأمر. وكذلك قال تعالى في سورة الفرقان: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. مع أن هذا في الحقيقة ربما كان حديثا نفسيا كما يقال، وكان من قبيل التمني لأن يكون هذا الأمر حاصلا، ومع ذلك وصفوا بهذا الوصف. فإذا كانت القضية بمجرد أن يتمنى الإنسان مثل هذا الأمر تترتب عليه مثل هذه الآثار والأوصاف التي وردت في هذه الآيات وغيرها، فهذا يكشف كشفا إنيا عن أن مثل هذا الأمر ما هي عظمة نكرانه وما هي عظمة يعني إنكاره من قبل الله سبحانه وتعالى. وتقدم الحديث في الدروس الماضية في تلك الوجوه التي أشير إليها في يعني في بيان يعني في بيان أنه لا يمكن لله سبحانه وتعالى أن يرى فيما تقدم، في الوجه الذي هو خاص بسؤال موسى عليه السلام، والسؤال الذي هو الوجوه التي كانت خاصة بنفي الرؤية العام الذي هو قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هذه بعض من هذه الوجوه التي أشرنا إليها وقع فيها كلام بين من أجاز الرؤية وبين من منع الرؤية. فقال بعضهم كما في مناقشة الوجه الأول الذي كان يتحدث عن طلب موسى عليه السلام للرؤية، بأنه أساسا هذه الكلمات التي وردت في الآية القرآنية لا تدل على الامتناع، بمعنى أن عدم وقوع الرؤية بالنسبة إلى موسى عليه السلام يدل على أن الأمر لم يقع، ليس أكثر من ذلك، ولا يدل ماذا على امتناع هذه الرؤية أساسا، وأنه المسألة يمكن أن لا تقع في هذا الوقت مثلا في الدنيا أو في غير وقت الدنيا يعني وفي وقت آخر الذي هو الآخرة. العنصر الذي تم التأكيد عليه في محاولة الرد على هذا الدليل هو أن هذه الكلمة التي وردت في الآية القرآنية وفي قوله تعالى لن تراني، هذه هل هي كما أشار أصحاب منع الرؤية البصرية وأنها للتأبيد مطلقا أو لا هي لمعنى آخر؟ قال من أشار إلى جواز الرؤية أن هذه الكلمة ليست للتأبيد مطلقا، بل هي أساسا يمكن أن تكون بمجرد ماذا؟ لمجرد التأكيد أو لمجرد التأبيد،
يعني ولكن التأبيد الخاص، التأبيد الذي يخص يعني زمنا خاصا، يعني زمن الدنيا مثلا، ولا يعم الجميع. وحتى يكون الأمر ماذا؟ حتى يكون الأمر الذي تدخل عليه أو الأمر الذي تتعلق به أمرا مستحيلا، حتى يمكن لنا أن نقول بأنه أمر يعني مستحيل. ولذلك كما أشار بعضهم عندما قال بعضهم في قوله تعالى ولن يتمنوه أبدا، هذه اللي هي تتحدث عن الـ عن الـ عن الـ الموت، هذا لا يتمنوه أبدا يعني لن يتمنوه في هذا الزمان، أي في هذا العالم الذي هو عالم الدنيا، لأنهم يعيشون حالة من حالات مثلا الحياة الطبيعية التي فيها رغبات وفيها شهوات، فهم لا يريدون ماذا؟ الخروج منها، لأنهم يعلمون بأنهم لم يصنعوا شيئا يستحقون بسببه مثلا أن يجازوا في الآخرة، ولكنهم هناك في الآخرة قد يتمنون ذلك، لأنهم يريدون أن ينتهي بالنسبة إليهم العذاب الدائم، لأن العذاب الدائم في الآخرة فرع من فروع بقائهم أحياء. فإذا كانوا لا يتمنون الموت في هذه الدنيا، فإنهم ماذا؟ فإنهم قد يتمنونه كما هو متوقع في الآخرة، لأن الموت في الآخرة يقطع ماذا؟ يقطع هذا العذاب الدائم الذي مثلا الذي هو ماذا؟ الذي هو يعني نتيجة أعمالهم كما يعني هو واضح في الدنيا. كما يساعد عليه يعني كما يساعد على نفي التأبيد عن هذه العبارة هي ما أشارت إليه الآية القرآنية، وهو قوله تعالى لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. هذه العبارة التي وردت على لسان يوسف الصديق عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عندما قال حتى يأذن، لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. ومن المعلوم أن هذا هو حرف الجار، وهو حتى تدل على ماذا؟ على وجود نهاية لهذا الأمر. ومن المعلوم أن النهاية لا تجتمع ماذا؟ لا تجتمع مع التأبيد المطلق، لأن التأبيد المطلق يعني لا نهاية، وأما النهاية فهي ماذا؟ فهي تحديد ويعني وقوف عند يعني عند حد. هذا ما ذكره بعضهم في مناقشة الوجه الأول الذي يعتمد على الآية القرآنية وعلى قوله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني. هذا الكلام ربما قد يقال فيه كما قيل أن هذه المسألة، وهي مسألة كون هذه الأداة وهي لن، هذه الأداة وهي لن تفيد التأبيد، إنما يؤتى من خلال ماذا؟ من خلال كلمات أهل اللغة، وأهل اللغة هم أصحاب الكلمة في هذا المقام، خصوصا وأنه عندما نأتي إلى الآيات القرآنية التي أشير فيها إلى استعمال هذه الكلمة، ويوجد معنى آخر غير المعنى الحقيقي الذي يستفاد من هذه العبارة، عند ذاك يمكن لنا أن نجمع بين ما قاله أهل اللغة من كونها في الدلالة على التأبيد، وبين ورود في بعض من هذه الآيات التي استدلوا بها، وأنها في هذه الآيات هل يمكن أن تفسر بتفسير يمكن أن يكون هذا التفسير ماذا؟ يمكن أن يكون هذا التفسير على خلاف ما قاله مانعي رؤية الله البصرية، أو ما قاله من أشار إلى هذا المعنى من أهل اللغة. فيمكن لنا أن نقول بأنه إثبات أن هذه الكلمة للتأبيد مطلقا إنما جاء ماذا؟ عن هذه الجهة، وهي جهة المختصة، وهي جهة ماذا؟ جهة أهل اللغة. ومن خلال النظر إلى ما أشير إليه من آيتين قرآنيتين، وهما الآيتان المشار إليهما في مناقشة الوجه الأول، وهما قوله تعالى لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، وقوله تعالى ولن يتمنوه أبدا. هذه الآيات إذا حصل وثبت أنه منقولة في كلمات أهل اللغة
هذه الكلمة للتأبيد، فهذه الآيات تكون عند ذاك محمولة على المجاز. فإذا كان هذا الأمر فإنما نريد أن نشير إلى أنه لمجرد الاستعمال هنا، الاستعمال للدليل النقلي هنا إنما جاء من خلال حالة التأييد، لأننا نريد أن نؤيد الدليل العقلي بالدليل النقلي، وإلا أساسا الأدلة النقلية برمتها ليست أدلة يقينية، إنما هي أدلة على كل حال، أدلة هي يظنية لأنها تعتمد على ماذا؟ تعتمد على الظهور، والظهور أمر يعني ظني، ليس أمرا ماذا؟ ليس أمرا يقينيا. وأما قول أهل اللغة في هذا المجال فقد نعم تفضلوا. ظاهر العبارة ماذا يشير إليه ظاهر العبارة؟ يعني عندما يقال نص، هذا النص له ظاهر، هذا الظاهر هو أمر يقيني لو لا هو أمر يعني هو حجة، ولكنه حجيته ليس على أنه أمر يقيني، وإنما على أنه ماذا؟ أمر ظني، لأنه هو بحسب الظاهر ودال، ولكنه يمكن أن يكون يراد خلافه. نعم يمكن أن يراد، ولذلك هو يقال ماذا؟ يقال هو ظاهر. بل حتى النصوص هي في بعض الأحيان قد تكون الأمور نصوص، ولكن على كل حال مدلولات الأدلة النقلية ليست إلا ماذا؟ إلا ظنيات، لأنها لا تصل إلى حد القطع اليقيني، يعني حتى لا تصل إلى حد القطع اليقيني. لا لا، هي الأدلة النقلية هكذا التعامل معها. عندما يقال مثلا هذا دليل نقلي، فإن الظاهر من هذا الكلام هو هذا، فهذا الظاهر في حد نفسه ليس أمرا يقينيا، إنما هو أمر ماذا؟ أمر ظني، لأنه يعتمد على يعني قاعدة حجية ظاهر الكلام، وهي حجية ظاهر الكلام حجية يعني اعتبارية، وليست حجية يعني ذاتية، إنما هي حجية اعتبارية في قبال ماذا؟ في قبال يعني الحجج الذاتية اللي هي من قبيل القاطع. فهذه إذا كانت لها ظهورات أو إذا كانت لها مدليل، فمداليلها هذه ليست ماذا؟ ليست في يعني ليست يقينية، إنما اليقين ماذا؟ إنما اليقين الذي لا يقبل التخصيص هو الدليل العقلي، لأن الدليل العقلي مهما فرض الأمر فهو لا يتغير، لأن الأدلة العقلية لا تقبل التخصيص، وأما الأدلة النقلية فيمكن أن تقبل التخصيص. بل ليس هذا فقط، بعض الأحيان الأدلة النقلية إذا حصل فيها تعارض قد يتنازل عن بعض مدلولاتها بسبب ماذا؟ بسبب وجود التعارض بينها. وأما الأدلة النقلية الأدلة العقلية فهي أساسا لا تقبل التخصيص، فضلا عن أن تقبل ماذا؟ تقبل التعارض، لأن هذا من باب أولى. لا، في سماحتكم إحنا نحن نخدم بالأصول والظاهر حجة. نعم. من كلامكم فكأنما أكون نحو هل سلي ذكرنا هو ظاهر القرآن ليس حجة أو الأدلة الشرعية؟ هنا أنت بتحكي على عدة معاني. مو ليس حجة، لا، حجيته لا تصل إلى حجية الدليل العقلي، إنما حجيته ظني ليس أكثر من ذلك. وهذه أمور ماذا؟ عقائدية لا يحتج فيها بالأدلة النقلية فقط، وإذا احتج بها إنما يحتج بها على أساس أنها مؤيدات، لا على أساس أنها مؤسسة لمسائل عقائدية كما هو واضح، لأننا في العقائد لا نقبل الأدلة الظنية. ولكن غاية ما فيها أنه لو جاء دليل ظني جاء دليل نقلي وعضد الدليل العقلي، فالحجية الأصلية للدليل العقلي ليس أكثر من ذلك، وأن الدليل النقلي ليس إلا مؤيد. قال الزمخشري في الإنموذج، هذا كتاب الإنموذج، هو كان يدرس سابقا في الحوزة، الآن لعله لا يدرس، تحت عنوان حروف النافي، قال ولا لنفي العام، هسه بالحقيقة الربط بيناتهم راح يجي، لا لنفي العام نحو لا رجل في الدار ولا امرأة، ولغير العام تقول لا رجل فيها ولا امرأة ولا زيد فيها ولا عام ولم ولما لنفي المضارع وقلب معناه إلى معنى الماضي، وفي لما توقع وانتظار، ولن هذه اللي نتحدث عنها نظيرة لا، هذا اللي كلام اللي سبق كله، ولن نظيرة لا في نفي المستقبل، ولكن على التأكيد نفي للمستقبل مع التأكيد. وقال أيضا يعني صاحب النموذج اللي هو جار الله الزمخشري في كشافه اللي هو كشاف عن حقائق التأويل الذي هو التفسير يعني تفسير البلاغ للقرآن، عند قوله تعالى لن تراني بعد كلام بين فيه إن موسى إنما طلب الرؤيا لقومه لا لنفسه، قال بدليل قوله أتهلكنا بما فعل السفهاء منا،
لو كان موسى قد طلب الرؤية لنفسه كيف يقول هذا الكلام؟ هو نبي وهو معصوم، كيف ينسب الطلب إلى السفهاء وهو الذي ماذا؟ وهو الذي تقدم بالطلب. إذن هو ماذا؟ هو كان يريد هذا المطلوب؟ لا، لم يكن يريده، وإلا لكان ماذا؟ والعياذ بالله أحد السفهاء. ولذلك لا يحق له أن يخرج نفسه من هذه التهمة، وهي تهمة طلب الأمر الغير المعقول. فإذا تبرأ من فعلهم ودعاهم سفهاء وضلال، فإذا كان ذلك فإذا يكون ماذا؟ يكون هو لم يقدم طلبا لنفسه، إنما قدمه ماذا؟ لقومه. ولأن الرسول إمام أمته، فكان ما يخاطب به أو يخاطب راجع إليه، وقوله هو هذا اللي الرداء مبين عنده: أنظر إليك وما فيه من معنى المقابلة التي هي معض التشبيه والتجسيم. هسه بعض من هذا الكلام اللي ذكره الزمخشري قد يقال فيه ماذا؟ قد يقال بأنه أساسا هو لما يقول أنظر إليك، هذا تعبير عن أي شيء، يعني تعبير عن نفسه، هذا واضح. فهذه لما يقول في هذه في هذا الطلب أنه ينظر إليه، كيف يمكن أن يعبر هذا التعبير؟ يعني لماذا عبر قال يعني أنظر إليك؟ لماذا هذا التعبير بالذات؟ يقول الزمخشري هذا يريد أن يشير إلى أن هذا الطلب طلب مؤذن إلى التشبيه والتجسيم، يعبر عن أن طلبه هذا من مؤديات التشبيه والتجسيم. فلذلك هذا الكلام هو كأنه ماذا؟ كأنه أراد أن يقول لقومه: هذه ترجمة لطلبكم، أنتم طلبتم ماذا؟ طلبتم الرؤية، فالرؤية معناها ماذا؟ معنى الرؤية أني، يعني طلب رؤية الله، أني أنظر إليه. ومعنى أني أنظر إليه أنه لا بد أن يكون شبيها ولا بد أن يكون مجسما. فلكلمة أنظر إليه إنما هي ترجمة لمقترح قومه وحكاية عن قوله. فإذا كان هذا الكلام، فهذا معناه أنه أولا كان يريد أن يقول لهم بأن طلبكم يؤدي إلى التشبيه والتجسيم، ومع ذلك أنا أقدمه، ولكن هذه حقيقة طلبكم، وهو أنه كأنك تقول لشخص: دعني أنظر إليك، أنظر إليك، يعني أنظر إليك، كيف النظر يكون؟ فإذا يكون ماذا؟ يكون عن طريق مقابلته، والمقابلة هذه تستدعي أن يكون في جهتين، وتستدعي أن يكون في مكان، وكل ما يكون في مكان فهو جسم، وإلى ذلك من الأمور. فكأنه جعل الله، يعني طلب قوم موسى، جعل الله منظورا إليه مقابلا لحاسة النظر، وإلا كيف يمكن لشخص أن يقول لجهة أنظر إليك أو أنظر لك وهو ماذا؟ وهو لا يملك حاسة يمكنها ماذا؟ أن تؤدي إلى حصول هذا المطلوب وهو النظر. فهو بذلك ينظر إلى الطلب ويترجم هذا الطلب. فإذا قال شخص: لا، إن قلنا هذا أساسان، هذا إذا هذا يعني قال بعضهم: إذن ما معنى هذا القول، وهو القول يعني التعبير بهذه الكلمة وهي التعبير لن، هذه التعبير بها يعني تعبير بكلمة لن، ما هو معناه التعبير بكلمة لن؟ هل أن التعبير بكلمة لن هذه تعبير عما تدل عليه كلمة لا؟ لو هو تعبير من نوع آخر، هل لماذا مثلا لم يعبر بأن هذه القضية لا تحصل، وأنها لا تحصل بمعنى أنها غير قابلة للحصول؟ غير قابلة للحصول، لماذا لن يستخدم الكلمة الطبيعية وهي كلمة لا؟ لأن الكلمة الطبيعية التي تستخدم هي كلمة لا. نقول هذه إذا قلنا أن هذه العبارة
لم تستعمل فيها الكلمة الطبيعية وهي كلمة لا، فإن هذا الأمر يكون ماذا؟ يكون لنفي خاص. يعني عندما نستعمل كلمة لا تكون فيها، يعني تكون فيها مدلول النافي، مدلول الأمر المنفي مخصوصا ماذا؟ مخصوصا بخصوصية. كما لو قلت مثلا لا أفعل كذا في زمن ما، يعني في زمن المستقبل، فهنا فهذه يعني التي هي استعملت، يعني هذه العبارة التي استعملت فيها كلمة لن، هذه لا تفيد معناها كلمة لا، لأن كلمة لا هذه تشير إلى زمن لن تحصل فيه هذه الطلبات أو هذا الطلب. أما كلمة لن فهذه معناها ماذا؟ معناها أن القضية ليست فقط أنها لن تحصل في المستقبل، بل معناها أيضا هذه حالتها حالة نفي أشمل من حالة النفي التي يمكن أن تدل عليها كلمة لا التي تستعمل في بعض الأحيان. فإذا كانت هذه فحصل في سبب استعمال، يعني حصل باستعمال بسبب هذا الاستعمال أن يكون هناك نوع من التأكيد أكثر. هذا الكلام قد يقال فيه أن الاستعمال الطبيعي هو هذا، الاستعمال الطبيعي هو لله وليس للأن، لأنه هذه تدل بالدلالة الدقيقة على أن الأمر لن يحصل. فإذا دلت على أن الأمر لن يحصل فهذا معناته أنه تستعمل كما تستعمل في غيرها من الآيات القرآنية، كما في قوله مثلا لا تدركه الأبصار، هذه لا تدركه الأبصار استعملت فيها كلمة لا، فهذه أساسا كانت فيها يعني كان فيها الامتناع للرؤية أمرا مستقبليا وليس ماذا؟ وليس أمرا حاضرا، يعني وليس أمرا حاضرا، إنما هو هذا أنه أمر مستقبلي. فهذه إذا كان الخروج عن هذا الاستعمال، يعني هذا الخروج عن هذا الاستعمال لابد أن يكون له هدف، لأنه أنتم عندما تستعملون هنا كلمة لا وتستعملون هنا كلمة لن، فهذا التبديل من كلمة إلى كلمة لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون لعبارة ماذا؟ أو لمدلول غير المدلول الذي تدل عليه كلمة لا. نقول نعم هذا الكلام نريده، نريد أنه لاستعمال كلمة لن هنا ليس فقط كما تشير إليه الأداة لا اللي تنفي المستقبل، كما تقول مثلا لا أفعل غدا، فهذه يعني إذا أردنا تأكيد النافي ماذا نقول؟ مو فقط ننفي ولا أكد النفي، نقول لن أفعل غدا. هذا المدلول الذي تدل عليه كلمة لن هذه ما هو؟ ليس نفيا فقط، إنما هو نفي مؤكد. وعندما ننظر إلى الآية القرآنية التي استعملت فيها كلمة لن ماذا سنجد؟ سنجد أن كلمة لن دلت على أن التأبيد أو النفي مؤكد، بل هو ماذا؟ بل هو مستحيل. ما هو الدليل على أن الأمر مستحيل فيها؟ يقول الدليل على أن الأمر مستحيل فيها مقرون بما ورد في بعض ذلك في قوله تعالى عندما قال لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبال فإن استقر مكانه فسوف تراني. فهذه بحسب ظاهرها ماذا تبدو؟ هذا نوع من الاستدلال، لأن موسى عندما قدم هذا الطلب أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن هذا الأمر ليس أمرا آنيا ليس حاصلا، وليس أمرا مستقبليا ليس حاصلا، بل هو أمر في نفسه ممتنع. الدليل على امتناعه أن هذا الشخص الذي يطلب الرؤية إنما هو موجود
له مرتبة وجودية. هذه المرتبة الوجودية مهما علت مهما ارتفعت لا تصل إلى حد المرتبة الوجودية للجبال. فإذا كان هذا الموجود صاحب المرتبة الوجودية العالية وهو الجبل لا يمكنه الاستقرار في مكانه إذا تجلى رب العزة له، فهذا يدل ماذا؟ فهذا يدل على أنه من باب أولى لا يفكر موجود آخر مرتبته أقل من مرتبة الوجود بأن يرى هذا المتجلي الذي هو الله. فعند ذاك كان ذلك دالا على الامتناع، وأن هذا نفي مؤكد، بل ما هو منفي ومؤكد هو أمر ممتنع في ذاته. والدليل على امتناعه هو هذا الاستدلال الذي ورد في هذا المقطع بقوله تعالى: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر في مك أو استقر مكانه فسوف تراني. لأن هذا معنى ماذا؟ معنى أن هذا استدلال من الله بأن رؤية موسى عليه السلام وهو من هو في مقامه الروحي يستلزم ماذا؟ يستلزم أن يبقى الجبل مستقرا في مكانه. وما دام هذا الأمر محالا فإذا رؤية موسى ماذا؟ محالة أيضا. والدليل على ذلك أن الجبل مع عظمة جسامته وصلابته لم يستطع ماذا؟ لم يستطع البقاء عندما حصل ماذا؟ حصل التجلي، بل اضمحل وأصبح ماذا؟ كأنه لم يكن في يوم من الأيام. فإذا هذا يدل على أن هذه القضية هي ممكنة في حد نفسها أو لا، يدل بصورة واضحة على أن هذه قضية ممتنعة، ولكن الله أراد أن يستدل من خلال اندكاك الجبال أن المسألة ممتنعة، وأن من طلب هذا الأمر شخص سفيه وضال، ولا يمكن ماذا؟ ولا يمكن أن يكون قد أنزل الله منزلته التي يعني تليق به. لكن الأشاعرة في هذا المقام بوجهين استدلوا بوجهين في هذا الأمر، ومن هذه الوجوه هي هذه القضية، وهي قضية موسى عليه السلام. فعندما نظروا إلى هذه القضية قالوا بأنها ما طبعا هذا أمر أخذتموه في مختصر الإلهية، وهو أنه هذه القضية التي تقدم بها موسى لو كانت ممتنعة لما تقدم بها موسى، لأنه هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه طلب ماذا؟ طلب عبثي، وهم لا يقبلون بأن يقدم موسى طلبا عبثيا. وهذا طبعا من مدلات الأقدام، أنه يقولون عن الله ما لا يقولونه عن موسى عليه السلام. في هذه الاستدلالات هم يريدون مثلا أنه لا يمكن أن يكون شيء عبث شيء، ولذلك يقبلون بأن تكون أفعال الله غير معللة، ويقولون كيف يمكن لموسى أن يطلب طلبا عبثيا؟ كيف يكون هذا الكون بكله ليس له علة ويكون ماذا؟ ويكون موسى ليس لي يعني ليس له طلب يمكن أن يكون ماذا؟ ليس له غاية بحسب الظاهر أو بحسب فهمه. فهم يقبلون أن يكون الله ظالما، وأن يكون الله مثلا ظالما بحسب لازم كلامهم، وأن يكون الله يفعل ما يريد ويعني يدخل المحسن إلى النار ويدخل المسيء إلى الجنة، ولكنهم لا يقبلون بأن يقدم موسى طلبا لا يتناسب مع مثلا مع عقلية الحكيم. لذلك قالوا بأن هذا الطلب لو كان ممتنعا يعني ما قدر الله حق قدره عندما يقولون مثل هذا الكلام. فيقولون ما دام موسى قد تقدم بهذا الطلب فدل ذلك أنه لو كان أمرا ممتنعا لا السؤال يكون ماذا؟ يكون عبثا عند ذاك. وعند ذاك إذا كان فإذا موسى كيف يستحق أن يكون مكلما لله وكليما لله ونبيا من الأنبياء؟ فإذا كانت هذه النبوة فلا بد أن يكون هذا الكلام يعني منه ليس ماذا؟ ليس إلا لإمكاني، لأنه لو لم يكن ممكنا لما تقدم بطلبه. هذا الأمر الآخر أنه قوله تعالى وهو قوله فان استقر مكانه فسوف تراني، هذا
نوع من التعليق كما أشير إليه في يعني في درس المختصر، تعليق الرؤية البصرية على استقرار الجبل. ولا شك أن استقرار الجبل ما هو أمر في حد نفسه ممكن، فالذي يكون معلقا على الأمر الممكن لا بد أن يكون ممكنا، فإذا فهو ممكن وليس الأمر ممتنعا. فإذا هذا هو معنى التعليق. التعليق هو أن المعلق يقع على تقدير وقوع المعلق عليه، وإذا كان يعني الأمر ليس ممكنا بل هو محال، فإذا لا يكون ماذا؟ لا يكون عليه تعليق، والمحال لا يقع عليه شيء من التقادير الممكنة. هذان وجهان ذكرهما الأشاعرة كما أشار إليهما في مختصر الإلهية. في مختصر الآيات أيضا أشير إلى الجواب عن ذلك، أولا عن الأول، وهو أن ما طلبه موسى عليه السلام كان أمرا ممكنا في حد نفسه، ولو لم يكن ممكنا لكان طلبه عبثا. نقول كما قال يعني قيل في جوابه أننا نختار ماذا؟ الشق الأول من الترديد. أولا نختار الشق الأول. أما أنه يعني اختار الشق الأول ماذا؟ وهو كونه ماذا؟ كون الرؤية ممتنعتان، لأنه قال لو كانت ممتنعة لكان السؤال ماذا؟ عبثا ويعني وسفاهة. فلما هسه الآن إذا كان هذا الأمر ممتنعان، فهل لازمه أن يكون السؤال عبثا؟ نقول لا، نمنع أن يكون السؤال عبثا، وإنما كان السؤال له هدف. ما هو الهدف؟ الهدف من ذلك هو لإفحام هؤلاء القوم، لإسكات هؤلاء القوم الذين سألوه وطلبوا منه الرؤية، كما يدل على ذلك صريح قوله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. هذا هو دليل على أن هذه القضية إنما تقدم بها موسى حتى يسكتهم، لأن الصاعقة إنما نزلت على من؟ إنما نزلت عليهم لأنهم قالوا ماذا؟ قالوا بما هو يعني بما هو ظلم، وأنه هو يعني تجاوز. فهذا الكلام يدل على أن موسى بشخصه لم يطلبها سبحانه وتعالى لعلمه بأنه ماذا؟ بأنها قضية ماذا؟ قضية ممتنعة، بل لأن قومه ألحوا على ذلك حتى أنهم علقوا إيمانهم على رؤية الله، كما قال تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وإلا فنبي عظيم مثلا كموسى عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو أحد أنبياء أولي العزم المفضل، يجل عن أن يعلم بوجود أمر ممتنع ومع ذلك يتقدم مثل هذا الطلب لنفسه. إنما أراد بذلك ماذا؟ إنما أراد بذلك أن يقدمه لإفحام هؤلاء. وعند ذلك نفهم لماذا الآية القرآنية قالت ولماذا قالت القرآن الآية القرآنية فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. لماذا قالت هذا الآية القرآنية؟ لذلك نفهم من هذه الآية أن الصاعقة لماذا خصت قوم موسى ولم تشمل موسى معهم، كما قال تعالى فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، لأنه لو كان موسى مشاركا لهم في الطلب والسؤال الجدي وأنه ليس ممثلا لهم وأنه لا يريد مثل هذا الأمر ولا يريد الرؤية لكان مستحقا، لأنه لو شاركهم لكان مستحقا، بل هو كان أكثر استحقاقا منهم. لماذا؟ لأن هؤلاء إنما يدفعهم الجهل لتقديم مثل هذه الطلبات، وأما موسى مع كونه عالما ومطلعا فهو يكون عقابه أشد من عقابهم، وعلى أقل تقدير يكون ماذا؟ في أول المعاقبين منهم، خصوصا وهو الذي قام ماذا؟ بتقديم الطلب. فهذا يعني
أن الله سبحانه وتعالى إنما خص الصاعقة بقوم موسى ولم ينسب إليه الظلم ولم ينزل عليه الصاعقة لأنه ليس مشمولا بهذا الأمر، وأن صدور هذا الأمر منه مشافهة ليس دليلا على أنه ماذا، على أنه مريد يعني له جديا، إنما كان يريد ماذا من خلال تقديم هذا الطلب إسكات هؤلاء القوم، ويعني بيان أن هذا الأمر ليس من الممكن أن يحصل، ولذلك لم تنزل الصاعقة عليه ولم ينسب إليه ماذا، ولم ينسب إليه الظلم كما هو واضح، ولأنه لو حصل منه هذا لكان مستحقا بطريق أولى يعني للعذاب. لكن مع ذلك قد يقال، طبعا هذا الكلام ربما البعض يناقش به، لأنه قد البعض يناقش به من جهة واحدة، وهو أنه هذه القضية وهي مسألة يعني وهي مسألة أنه يعني الاستحقاق وعدم الاستحقاق، هذا أيضا جار على مجرى يعني التحسين والتقبيح، وليس مجرى يعني بالمجرى العام، ولكن على كل حال بحسب الآية القرآنية يمكن يعني الرد بهذا الأمر. قد يقال أنه ما دام الأمر هو في الحقيقة، ما دام الأمر ليس طلبا خاصا بموسى، لماذا إذن قدمه هو بنفسه وقدمه يعني عن نفسه؟ هذا تعبير موسى عليه السلام يعني أنظر إليك أو كذا، هذا التعبير تعبير كان يقال فرداني، تعبير مفرد، تعبير عن شخص. إذا كان الطلب طلبا من قومه، إذا كان الطلب لكان بالنتيجة المناسب له أن طلب الرؤية لهم بخصوصهم حتى يتبين، لأنه هذه القضية إذا كانت ليست من يعني من طلبات موسى، فموسى عليه السلام كان عليه أن يقول بأنه يقدم طلب قومه ويقدم الطلب باسمهم، فإذا كان هؤلاء فعليه، فإذا كان هكذا الأمر المتوقع يقول أرهم ينظرون إليك مثلا، لا أنه ماذا يقول يعني أنه أرني أنظر إليك، بل يقول الكلمة التي تعبر عن صاحب الطلب الحقيقي وهو القوم. فلذلك يعني يعني أو مثلا يعني يعمم الطلب يعني للجميع حتى يبين الأمر، لأنه القضية غير واضحة، القضية قدمت ماذا بصيغة ماذا، بصيغة المفرد وليست بصيغة الجام. حتى هذا بالحقيقة قد يقال في جوابه أنه تقديم موسى الطلب بصورة المفرد، هذا قد يقال فيه ماذا، قد يقال فيه أنه أراد أن يبين لقومه أن الأمر إذا كان ليس ممكنا بالنسبة إلى شخص بمكانة موسى فلا يحلم هؤلاء بأن يكون حاصلا معه. فكأن الجواب أنه أراد أن يقدم الطلب من قبل شخصية ويكون المباشر لهذا الطلب يعني متعلق هذا الطلب هو شخص كموسى، فهذا الشخص مع كرامته ومع عظمة مكانته إذا كانت الرؤية بالنسبة إليه ممتنعة فهي ممتنعة بطريقة أولى بالنسبة ماذا إلى من هم بأدنى منه. هذا هو الشق الأول أو الوجه الأول، هذا اللي أشار إليه. والشق الثاني الذي أشار إليه وهو الوجه الثاني، وهو أن يكون هناك ماذا، أن يكون هناك تعليق، وهو تعليق تعليق على هذه القضية إجابة أخرى عن هذا الأمر الذي أشير إليه، وهو أنه إذا كانت المسألة مسألة تقديم بهذه الكيفية وبهذا الطلب، فهذا يدل على أن موسى عليه السلام ربما كان لا يستحق أن يكون ماذا، أن يكون يعني نبيا في يعني مستحقا للنبوة، لأن تقديم مثل هذا الطلب بهذه الكيفية مع وجود استحالة في متعلقه، هذا يدل على ماذا، على أن هذه القضية وهي قضية النبوة لا تتناسب مع شخص يقدم مثل هذا الطلب، فما تختارون؟ يقول يعني يقال عطل في جواب هذا بأنه أساسا هذا الأمر ليس مانعا في يعني في حد نفسه،
يعني هذه الأمور بالنسبة إلى الأنبياء ليست على وتيرة واحدة وليست على منظار واحد، بل هذا الأمر لو أريد تطبيقه على جميع الأنبياء لا يمكن لنا أن يعني أن ننتهي إلى أن النبي يجب أن يكون مستحصلا لكل ما يجب أن يكون موجودا في أعلى درجات النبوة، لأن الأنبياء لهم درجات وقد فضل بعضهم على بعض. فإذا كان بعضهم قد مثلا قد اطلع على أمر ولم يطلع عليه الآخر، فهذا يدل على ماذا؟ على أن هذه القضية إذا لم تكن دخيلة في عمله كنبي وعمله كنبي، فهذا لا يضر مثلا في كونه ماذا؟ في كونه غير مستحصل لها. غاية ما فيها أن هناك أمر يعني في جو يمكن ماذا؟ يعني يمكن أن يكون يعني حلية ويعني نقضية، فأجابوا بجواب نقضي عن ذلك، وهو أنه لو صح هذا الكلام وهو أنه التعليق المتعلق على أو المعلق على الممكنين، ممكن لو صح هذا الدليل لزم أن يكون يعني عدم الواجب لذاته ممكنا ضرورة أنه يصح تعليق عدمه بعدم العقل الأول. هذا اللي هو رأي من آراء الفلاسفة اللي يقولون بأنه هذه القضية في حد نفسها قد تكون قابلة على يعني مقبولة على بعض يعني المباني، وبحسب ماذا؟ بحسب الرأي الذي يذهب إليه الأشاعرة بأن يعني بأنه يمكن أن يكون هذا الأمر مقبولا بالنسبة إليهم، لأنهم يعني قائلون بهذا الأمر. وهذا جواب قد يقال فيه أنه تعميم تكبير لمستوى البحث لمجال أساسا لا يقول به لا المتكلم ولا الأشعري بحسب المباني. فالاقتصار على الأجوبة الحلية ربما يكون أكثر يعني منفعة، والاقتصار على الأجوبة الحلية يستدعي أن يقال أن هذا الأمر الذي علق عليه يعني علقت عليه عملية الرؤية، من الذي يقول بأنه أمر يعني ممكن أصلا؟ يعني نعم هذه النظرية التي يقولون بها الفلاسفة العقول، نظرية العقول العشرة، يقولون هذا ممكن أنه واحد ينقض عليهم بهذا النظر. نقول هذا أساسا تكبير لحجم البحث لمباني لا يقول بها المتكلمون، لأن المتكلمين لا يقولون بذلك، إنما يقول بذلك الفلاسفة. فهذا جواب نقضي، ولكنه جواب نقضي يعني يجعل البحث أوسع من يعني من المباني الذي فيها الحديث، لأن الحديث تقريبا جميعه تحت منظار المتكلم ليس تحت منظار الفيلسوف، بالتالي هذا لا نحتاج إليه، نحتاج إلى الجواب الحلي الذي يركز على ما أشار إليه الأشاعرة من أنه أمر ممكن وقد علقت عليه الرؤية البصرية. فنناقش في أنه هل أن استقرار الجبل أمر ممكن أو لا، هذا هو مهم. ولذلك المناقش في جواب الحل يناقش في هذه القضية ولا يعمم البحث كما يعني حاول بعضهم في الجواب النقضي. فنقول بأن المعلق عليه وهو استقرار الجبل، من الذي يقول بأنه هو ممكن في حد نفسه؟ في الحقيقة الجواب عن ذلك واضح كما يقال، وذلك لأن التعليق لم يكن هو نفس استقرار الجبال، إنما كان استقرار الجبال الذي يكون ماذا؟
يعني في حالة الرؤية نحن لا نعلق، يعني نحن لا نقول أنه إذا استقر الجبل في مكانه، يعني ماذا استقر في قبل الرؤية بعد الرؤية أثناء الرؤية، يعني أثناء التجلي الإلهي، فهذا هو الذي يكون ماذا، هذا الذي يكون معلقا عليه. هل هذا استقرار الجبل في حالة التجلي أمر ممكن؟ نقول لا، المعلق عليه في المقام أساسا لم يكن ممكنا، وذلك لأن ما علقت عليه الرؤية لم يكن استقرار الجبل عند صدور الجواب أو مقارنا للخطاب قبل النظر إلى الجبل، وإلا لحصلت له رؤيته تعالى قبل النظر، لأن القضية إذا كانت المقصود منها استقرار الجبل هو في حد نفسه قبله أو قبله، يعني بغض النظر عن الرؤية، فالقضية ماذا؟ أن الرؤية واضحة تحصل قطعا لأن الجبل مستقر، فإذا هو ماذا؟ هذا لا يمكن أن يقوله، بل المراد الاستقرار حال نظري يعني موسى إليه سبحانه وتعالى. أن هذا الأمر حاصل وممكن، فهذا ما يحتاج إلى دليل. هل حصل هذا الأمر وهو استقرار الجبل حال النظر إليه؟ هذا الأمر لم يحصل، لأنه ماذا؟ لأنه الآية القرآنية قالت بأن الجبل قد انداك، بل إن موسى قد خر صعقا بسبب اندكاك هذا الجبل، لأنه بالاتفاق القضية لم تحصل وهي قضية استقرار الجبل حال النظر، فيثبت بذلك أن الأمر الذي طلبه موسى عن قومه كان أمرا مستحيلا، ولذلك يثبت استحالة الرؤية لاستحالة ماذا؟ ما علقت عليه وهو استقرار الجبل حال الرؤية، وبالتالي أن هذا الوجه الثاني الذي ذكروه يكون أمرا غير مقبول إطلاقا، لأنه لم يكن أمرا ممكنا كما أشار إليه يعني بعضهم في كلماته. ولكن الأشاعرة أشاروا في بعض الأحيان إلى آية قرآنية أخرى، هذه الآية وهي قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقالوا بأنه هذا يفيد ماذا؟ يفيد النظر، لأنه هذا تصريح بالنظر. فما نتعرض له نتعرض إلى بقية الكلام، لأنه انتهى الكلام، ليس عندنا كلام آخر إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد. وهذا ما أخذتوه الظاهر يعني أنتم فيه. نعم هذا أخذناه، أنا حقيقة ذكر نطيته.